هو قصايده كثير. قصه لطيفه جميله من انسان لطيف جميل ما شاء الله تبارك الله. بعض الناس ما شاء الله على هذا ينسون، هذا ينسون مع زعتر يا ولد، مع زعتر بالرياضه شراب فائده مو بشرب طعم والله العظيم. معلش خلصت انت، من اللي سوى؟ دقيقه بس ايش والله العظيم اللي طعمه غريب اللي قلت لك تكبس طول. بس انت حاط، انت حاط شيء؟ والله ماني حاط شيء الا طبخته على البراد اللي سويت فيه البقدونس. ايش حاط؟ خضروات، شراب السلطه، شراب كبير نفسه. وش الله عليك وش حاط؟ لا طبخته طال عمرك، انت حاط شيء بس وش وش؟ الرومي. لا 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 اتوقع ان طبخها في ما غسل، ما غسل البراد، البراد طبخ فيه شاي بقدونس. صدق والله ما يجوده. ابو عواد انا اطلبك، انا اطلبك مع تطب الماء. انا اشربه يومي كله ولا قلت شيء. يا ولد هذا وش ركزت؟ ركزت ولا مالي نية يا رجال من اليوم. عواد صراحه بقدونس، بقدونس بدال ان احنا بالله انه بس ذاك اللي قلت ايه شيء كذا تعرف الشري في ذمتك ابراهيم، ابراهيم في ذمتك هذا حدج ابراهيم في ذمتك انه بس اننا ولا الله يهديك والله ما ودي انك اضطريت في شيء. يا عل عافيه، يا عل عافيه. وش حاط وش الله عليك؟ نعمه نعمه هاي ابو عواد الرسول ما عاب طعم قط. اي والله صدق بس ايوه بس انه ما كان في ابراهيم عواد زمان. وين؟ زمان يلا يضل هو انت اشتهت الله يحفظك. يقول اشتهت انت بيضل وجهك بس وش فيه؟ انت ممنوع تدخل له اجر له اجر واحد بالمره. من رفاي لا تسوي من ناحيه تكسب اذن هو عاد عشان تحط فيه بذمتك عشان تحط ما خلى شيء من الغرب الا محطه كل شيء عبده. نعم الله صب بالقواطع ثيك صبيب صدقني حلو حلو. نعم لا كل شيء نحطه اخي تصدق شوف ما شرب منه. كان في هو ما شرب منه كان في زيت لو تلاحظون انه ما شرب منه شكله حاط زيت زيتون. زيت زيتون زعتر بري في مراره زيت زيتون. زيت زيتون زعتر بري بقدونس ترقير فلفل رومي نعناع. ولد ابراهيم والله تعلمنا شيء على شاورما. دقيقه بجي على شاورما ولا هاك الله يستر. ما منك خير غير لا ترضى المطبخ. اه يا بطل انا دخت ابراهيم. وش حال؟ انا دخت ابراهيم راسي جامي. انا لا اعرف شو الشرع مالك يا ولد علمني وش حاط المروح بس هو في ذي شيء. لا قلبي ما جيني علم طيب ما هو بجيني علم قلبك دليل حل مقار اها. لا لا زين زين هو ينسون. انا ما استنكرت شيء اليوم قال انما هو ينسون مع نعناع جميل جدا. وش ذا القرار؟ طيب وش المراره؟ ها في شيء قال المراره طعم في نهايه اللسان مراره. لا 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 ما تخلص انت روح كلام علمي. هو صار كلام علمي اول لسان حلو واخر لسان مر بس ما له دخل. نعم هذا طال عمرك انه طبخ. لا ليه؟ تعال ادري تقول لي لا في وجهي بعد. تبيني دحم رجال صخر وين؟ تقول لي لا كرتيه 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 صادق صادق يمراك يمراك والله كرتيه يمراك اللي في ذاك بس ترص عليك بالعكس فايده هو شباب. بعد اجتماع مغلق شلون تحاط؟ مع الطباخ الفاشل ابراهيم عواد. نعم طلع حاط كمون. كويس كمون جد كمون ممتاز حسبي الله عليك صراحه والله اني قدرت بس كمون لحاله مو كمون نعناع. لا صراحه انا كنت حالي مع الحلو والله بس انا كثر انت كثرت النعم ولا لدي يا ولد شكلك انا زيت مكين. لا لا ولا شيء انت تعذب هذا خربوا الفقره كنا نبي نسال محمد يوجه بنخبط بعد شوي الله يستر. اسمع عليك هذه حل حتى نظف البطن حل حل صدق شوف في سرعه كل يوم انا اتعلم اشرب فيه اشرب اشرب حط كمون انا اشرب اشرب لا ينكب انت كمون كويس ما عاد فيني ما بس قام يتزوغ بطني ما يزين معنا العظيم بطنك عور عشان اجمع صدق انا اشرب شيء ملح عندك بطنك عورك؟ لا لا ما يمدي ما يمدي يعور اجل اجل بطنك في وش الارسال كذاب يا عدي 5 جي لا لا يدل ان بطنه فيه عفن العفن وجهك اثر فيه على طول. نعم صحيح اثر فيه على طول هذا تدري ايش يقصد بالعفن جرت يوم متمعد عادي. لا لا الحمد لله اموره زين. اقول لك شيء في واحد من الشباب في واحد من الشباب الله يكرمكم يشكي دائما بطنه صدقوا. انا عندي جدتي الله يطول عمرها تسوي ادويه شعبيه عندها علاج مدري تعرفونه يسمونه تقولها طالع الهوم الهوم اليوم الصباح عرفت حق البطن ايه شعبي العلاج والله اذا اكلته يمكن يومي كامل اني ما بالغ طبعا ملعقه بس يومي كامل ما اطلع من الهوم. وش الهوم ذا؟ الهوم سبحان الله لا ما ترجع ينظف يقدر. المعده كامله ادويه شعبيه الهوم شلطه شفت المعده سبحان الله المعده كيف؟ هذه يد ادري 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 المعده في اطراف المعده
اللي يسمونها اللي تمسك كرش لا 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 مو تقرحات عصاره المعده عصاره المعده أيوه. اللي تمسك سبحان الله في اشياء ما تنضف بالمعده ايوه فهذا الدواء تعرفون زيت الخروع اشد منه بس انه شعبي حله يعني مو أيوه حنا يسمونها حله ما ادري احنا نقول اللي هو حله ها كم اختلاف مسميات بس اختلاف لهجات وينظف المعده كامل درجة, درجة 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 انك توصل مرحلة تمشي تحس بطنك مرة فاضي فاضي يعني بشر مرة مرتين تستخدمه بالكثير يعني مو بكثرة مو زين فينظف المعدة سبحان الله تنظيف ما هو طبيعي فالمشروب هذا يا فايز فايز المشروب هذا اشربه صدقني اذا ما نظف بطنك ما انت اللي ما تشرب صدقني والله شربته اقسم بالله شربته اشرب جواد هو اشرب دقيقه اشرب هو ما شرب منه عطني لا لا جيت شرب والله شربت قدام لا 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 اشرب 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 زود ما ارتحنا لك الحين يوم قلت الكلام هذا اشرب لي يطمئن قلبي اشرب بس اي والله كي يطمئن قلبي اشرب اشرب كامل ايش فيك تغير عليك حلو والله مرة الظهيرين هو باللي زيه شفت هذا محطوط فيه شيء انا مصفيه محمد ايش ايش والله قد دريت ما انت بجاينا بعلم طيب اخبرنا ابو ولا رحم لا لا زين زين والله شكله بيسممنا في طقزتين انت موجود ولا تطلع محمد ماش خالته في ذمتك ماش خالته صدق والله طيب غسلت غسلت ثلاجي يا رجل والله غسلته محمد معي البراد انا كويس كويس ايه اشرب اشرب والله انت معنا وهادي والله انت اشرب وهادي نكتب الوصايا هذا والله انت معنا ما عندي شيء ما عندي كمل 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 اشرب ما انت بقايم لين تكمله اشرب اكبه ترى لا 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 معليش احترام وتقدير لنا ولابو مساعد طيب خلنا نسأل محمد اشرب انت لا تسأل محمد ايش تبغى تسأل اشرب عاد اسأل ايش رايك بطنك مروح خلاص والله لا لا ما في خلاص ثاني كوب اشرب ولا بطنك وجعت ايش رايك رب البيت اشرب بس اجلس يا والله لا اشرب اجلس شيخ يلا حتى وش وشو ترى الوسوسه وهم ما هو ما هي وسوسه نبغى لقيت في شيء لو معنا شم الله ميت قبل يوم والله ما سويت فيه شيء اشرب 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 معليش خلاص هو مره واخمر عاد سمران بس الواحد لما دخل المطبخ لا يخلط الناس كل الانواع اللي عنده ويصبها بالبراد ويجيك بها لا الواحد هذا هو فيصل بن حمد انا اعرفه هو جاي يتعلم عاد والله شوف هو يعتبر هذه فتره نقاهه ويتعلم فيها بصره بصره انا ما حبيت اتعلم يا ابو مساعد ما تعرف نكفيك ان عاد نسوي لك الله يبيض وجهك خلاص ما عاد الا يوم يشوف يتبع بشري وتسوي ابو يشوف العلب حق الغربي بيحتار يشوف ابو مساعد ابو مساعد بصره يا فيصل حازم أنا يسوي خلطات جديده شاي زعتر شاي عسل شاي زعفران عرفت يجي طعمه زين ها بس ذا يا ولد هذا خلطه اشرب شكلها شكلها الله عليك والله يغفر لجدتك امس 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 تدري شو مسوي لنا تدري شو مسوي لنا ما هو بذا ما ادري واحد مسوي قهوه سوداء في براد عرفت كيف طيب ما لقيت ايش اشرب هذه فنجال قزاز حق قهوه حارة وما هي بزاد قهوه سوداء نسكافه دبل نسكافه تحسها نفط على طول تشرب شيء ما ادري ايش يا ولد اسم ظني لكن ما اشرب طيب زين عشان انا داري اي شيء قم قم لا 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 والله في ذمتك اشرب في ذمتك معلم والله على طول ودع الملاعب على اذنكم يا رجال استكشفوا علمنا لا شايبنا لا توشونا كثير انت ما في من حياتك انت تجلس نعم